نجي نكمل شرح المحادثة الثانية، وراح نشوف شنو البيها من كلام. المحادثة تتكلم عن voice صوت و women و hang on. You have reached the English Language Institute. أنت وصلت معهد اللغة الإنجليزية. For admissions, press or say I know if you know. طبعا هو مجيب آلي الظاهر دا يتصل بي هذا الولد، فاتصل بي وراح تجاوب المرأة. Good morning, admissions office. نعم، مركز الادميشنز او مكتب الادميشنز، هذا هو اسمه admissions. Can I help you؟ هل يمكنني أن أساعدك؟ قال لها Yes please, I'm interested in taking language class. أنا مهتم بأخذ دورة لغة إنجليزية. Can you tell me how to apply؟ هل أخبرتني كيف أقدم لهذه الوظيفة؟ Yes of course, نعم بالطبع. You just need to fill an application. عندك استمارة لازم تملاها. And send it to us. وارسلها لنا with registration fee. وارسلها معنا مع أجور تسجيل. Correct. عظيم. Could you send me a form please? هلا أرسلتني الفورمة. My name is Hang An. اسمي هو Hang An. H-I-O-N-G dash I N L I and my address وعنواني هو 4211 South Main Street شيكاغو، في من مدينة شيكاغو، وعطى رقم الشارع. اوكي حسن، we will send you، سنرسل لك الاستمارة الآن. I'd also like some information about student housing. وأود أن أسأل عن سكن الطلبة. قالت له Sure, بالتأكيد. You can speak to our student housing. يمكنك التحدث مع طلاب السكن أو طلاب القسم الداخلي. Hold on a moment. انتظرني لمدة دقيقة رجاء. I will see if she is available. إذا هي كانت متوفرة وهي موجودة. I'm sorry, her line is busy right now. أعتقد هي الآن مشغولة. Could I have your number? هل أحصل على رقمك؟ Yes, of course. My number is blah 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 blah. رقمي هو كذا. هذا هو رقم تفضلي. I will see she gets back to you very soon. وستتصل بك قريباً هي. Give it a try. She's calling for information. السؤال عن المعلومات. خلينا نشوف. Calling for information. I am interested in taking language class. هذا واحد من يريد يتصل على شيء وياخذ دورة معينة. يبدأ الكلام ب أنا أود أن أدخل كورس. Could you tell me how to apply؟ هل ألا أخبرتني كيف أنضم إلى هذه الدورة؟ طيب. You just need to fill out application from and send it to us. طيب بس تحتاج، هذا حاجة كله موجود بالمحادثة احنا اخذناه، يعني هذا الكلام عام طبعا. وانت ممكن تسمع الكلام، يعني ممكن اقول انا مهتم بتقديم وظيفة على سبيل المثال. Can you tell me how to apply؟ هل يمكنك ان تسأليني كيف اقدم؟ طبعا اكيد راح يكون الجواب yes, you just need to fill out application from كذا كذا كذا. يعني موضوع عام، مو إلا تقديم أو السؤال عن كورس لغة إنجليزية. Could you send me a form؟ هل أرسلتيني الاستمارة؟ مارة؟ Okay. We will send you out to you right now. سنرسلها لك في الحال. طيب. عند هنا listen to example. استمع إلى الأمثلة. Then call your partner and ask for information
of the following reverse rules. هنا عندنا أشياء راح نتصل إحنا عن زملائنا ونسألهم عن بعض الأمور وبعض الأشياء. فعلى سبيل المثال CLA Airlines apply for job، قدم على وظيفة مضيف الطيران. شوف طبعا أنا والله ما أدري حالي قلتها طلعت حتى للوظيفة يصير. يوغا for everyone، قدم على يوغا مثلا. Talent International Intern Music، مسابقة موسيقى. Global Card Service، قدم على وظيفة يعني وظائف عديدة أو إلى مهن أخرى يعني حسب اليوغا أو إلى حسب ما أنت تريد. طيب نجي هنا، طبعا يعني المفروض الأستاذ بالصف ينطي تليفونات ويقول له ويقدم إلى وظيفة معينة، يقدمون على وظيفة معينة في اللغة الإنجليزية. يسأل الطالب نفس الحكي، شلون أريد أقدم على وظيفة وكذا، يعني تدرب عليها بالصف، تدرب عليها في الصف. طبعا عندنا كلمات نحتاجها هنا بهاي المقابلة. Right now، حالا. No problem، لا مشكلة. Sure، بالتأكيد. That's fine، هذا جيد. Thanks for your help، شكرا لمساعدتك. Don't mention it، لا داعي للشكر. You are welcome، اهلا وسهلا بك. Thank you for calling، شكرا لي او شكرا على الاتصال. طبعا هذه يعني بشكل عام. زين، بعدين ممكن نتعلم هنا ايضا في هذا المحادثة على asking for additional information، السؤال عن معلومات اخرى. I'd also like some information about student housing please، أود أيضا أن أسأل عن السكن، هذا سؤال إضافي. Sure you can speak to our student housing hold on please، إذن هذا يعني أيضا هذا عندنا نقاش، نقاش حوار مهم جدا لازم ينحفظ، وهنا تدريب علي. فعلى سبيل المثال قال لك listen to example use situations from above and the conversation this time request additional information from below level. Job requirements human resources manager equipment yoga instructor. هنا انت يعني نفس الفكره، تحتاج معلومات اضافيه تسال بها عن اليوغا، يعني مثلا عن اليوغا متى تبدا اليوغا، شنو هي المعدات الموجوده عندكم بالمركز، متى يبدأ المركز، متى ينتهي، كم العدد، كم السعر. هاي المعلومات الإضافية ورا ما احنا نسأل نقول له يابا انا اريد اخذ يمك كورس باليوغا. اوكي طيب يلا شنو المعلومات اللي تريدها عن اليوغا؟ والله مثلا اريد اسأل عن لب 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 لب، اريد اسأل عن الوقت، اريد اسأل عن المعدات الموجودة، اريد اسأل عن عدد الاشخاص، اريد اسأل عن السعر. هذه الامور الإضافية كلها ممكن احنا نسأل بيها، يعني مثل ما هنا قال أريد أن أحصل على معلومات أخرى مثلا. I'd like to I'd also like to some information about student housing، أود معلومات أخرى عن سكن الطلاب، أود معلومات أخرى عن اليوغا، أريد أن أسأل أقول له كم السعر، كم الوقت، كم 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 وإلى آخره. Leaving a message، ترك رسالة. I'm sorry، أنا آسف. The housing coordinator's lines is busy. أنا آسف الموظفة مشغولة الآن. Could you have could I have your number؟ هل يمكن أن نحصل على رقمك أو إيميلك أو حسابك؟ Yes of course، نعم كذا كذا كذا. I will see she gets back to you very soon. سأطلب منها أن تتصل بك. لاحقا. الآن في حالة إذا أنا طلبت هذا المركز، وهذا المركز يعني على سبيل المثال موظف الحوالة أو موظف الرسوم غير موجود، فهذا الكلام اللي راح يكون هيجي شي يكون يعني. فمثلا listen for the example student A answer the phone says person is not available، أشي شخص غير موجود. student B ask to leave a message، إذن أكو إحنا لازم بالصف يجي المدرس يخلي الطلاب اثنين، واحد يسأل عن ثاني عن شخص ولكن يجيبه غير شخص ويقول له فلان غير موجود، اترك رسالة. فشلون تترك رسالة؟ احنا ذكرنا هذا الموضوع قبل، تذكر اسمك
رقم عنوانك وهو راح يتصل عليك بعدين، هو راح يتصل عليك بعدين. مثلا عندنا على سبيل المثال كورس مانجر، كورس الإدارة، هيومن ريسورسج، يوغا انستركتور، هذين الأشياء اللي موجودة. وهنا على سبيل المثال أرقام التليفونات الأشخاص اللي يريدونهم، وبعدين فلان من الناس راح يرجع يتصل بيهم حتى يجاوبهم عن أسئلتهم. يعني هاي الدائرة وهذا الحكي وهاي السوالف المفروض كلها تتمثل تمثيل، شلون المسرحية باللغة الإنجليزية، والأستاذ يشرف على هذا الموضوع ويشوف شنو هي الأخطاء وإلى آخره. طيب زين، هسه نجي نكمل. A practice to think of three more situations where you might have a formal or recorder message to with your partner. حاول أنت وزميلك تسجلون يعني محادثة أو تعملون نفس الشيء. فمثلاً يعني اسم المكان، من أنت متصل بمين، وهل هو متوفر؟ يعني مثل ما أنا ذكرت، المفروض هذه يعني أنا حقيقة يعني أتمنى أدرس هذا المنهج والطلاب يحبون يتعلمون، يعني طالب يحب يتعلم من كل قلبه، مو جاي بس يريد ياخذ شهادة. ونمثل هاي الأمور كلها تمثيل، يعني واحد بالصف يقعد مثلا ويدرب الطلابة، أخليه أجيب لهم تليفونات، يلا ها كنت اتصل على فلان وفلان راح يجاوب، فلان موجود لا غير موجود، احفظهم الناس واخليهم يتدربون، واصور هذا الحكي كله اصوره وانشره، يعني هم اسم للجامعه واسم للاشخاص، تشجيع يعني. Part 3: What was the result of each phone call? Make note of any useful phrases. يعني انت تتصل وشنو راح يكون الرد، تكتب هنا هاي الملاحظه، تكتب هنا هاي الملاحظه، المكان اللي اتصلت به، مع من انت ردت تتكلم، وهل هو متوفر ام لا، شخصين، واحد يسأل والثاني يجاوب، من الموجود من ما موجود والى اخر. Person to person student A. Part 1: You are the recipient at the Sounds Easy Music Records Studio. You answer the phone for Ed Black and exclusive at the company is not able to come to the phone. Answer the phone and take the message to him. إذا في شخص موظف بهاي الشركة، شركة اسمها Sound Easy، هو استديو لتسجيل وإلى آخره، ولكن الموظف غير موجود أو المدير غير موجود، أنت راح تكون بمكانه وراح تأخذ المعلومات من الناس. يتصل بيك وراح يكون الرد مالتك نفس الحكي اللي أخذناه بالضبط، الحكي اللي إحنا أخذناه والسوالف اللي إحنا أخذناها هسه قبل شوية. يعني راح يسألك هل فلان موجود، هو غير موجود، he is busy مثلا، هو غير موجود، is not available today. تسأل عن معلوماته وعن رقمه، وتكتب اسم الكورس اللي هو يريده أو اسم الأغنية أو اسم الشيء اللي يريد يسجله وإلى آخره. Mr. Black ask you to call Pete Sato and explain that he is not possible to arrange the meeting today, but he can found the arranged appointment for the audition. Your number is ورقمك هو كذا كذا، نفس الحكي، انت راح تكون هنا وظيفتك المدير بالشغل، يعني مدير العمل. يعني answer the call from Beat Studio Satyo. انت راح تجيب اتصال من بيتي. Here is some information for you. هذه بعض المعلومات اللي انت راح تفيدك. Send sample music. ارسل نماذج موسيقى وصور، نماذج سي دي وصور. send completed application، استمارات الطلب. وارسل الاوديشن فيز، اجور التسجيل. وارسل وللمعلومات الاخرى
وللتأجير أو إلى آخره، أو لطلب خدمات أخرى call the studio manager، اتصل بمدير الشركة. مثل ما احنا ذكرنا هو عبارة عن تدريب، يتكلم عن كل شخص شو راح يسوي شو راح يعمل، وانت راح تستلم أسئلة محاضرة كلام من الناس وتدون انت وتجاوبهم وتقوم ببعض المهام. يعني هذا مفروض يكون تتم تدريبه في الصف تدريب كامل ومتكامل، حتى يضبط المادة وحتى يتذكر القصص والسوالف والأمور من خلال التدريب العملي، مو قاعد بالصف ويسمع الكلام هيجي ما راح يتعلم، لأن هذا الكورس هو اسمه كورس عملي، هذا كورس عملي مو كورس نظري، مو تباوع تستعمل تتكلم تقوم تستخدم تصرف، هذا هو فوائد هذا الكورس. وهنا هاي عندنا now try this you are a new student calling for information about your school or your college your partner is the receptionist role play the conversation. هنا انت راح تعتبر نفسك طالب جديد ايضا، وزميلك راح يكون هو الموظف، ها هو الموظف، فراح يستقبلك بالجامعة وانت تسأل عن الجامعة، تسأل عن السعر عن الأقسام الموجودة الكليات الأوقات الدوام وإلى آخره من هذه الأمور.